متابعي قناة السلام الفضائية أهلا بكم في هذا الحوار الذي سيجمعنا بالسيد سيل هشمي الصاد الأمين العام المحافظة السامية للامازيغيه على هامش التظاهر المقيا... المقامه هنا ببني حواء بولايه شلف والمتمثله في اليوم الوطني الكتاب والمكتبه بدايه نرحب بك على ابواج امواج تلفزيون السلام سيدي الكريم تظاهره مثل هذه استطعتم بشهاده الحاضرين اخراجها الى بني حواء وإنجحها سيدي تفضل شكرا تحيه عاطره لمشاهدي قناه السلام أنا مسرور أولاً أن حققنا انا نظن مشروع لان سبق وين زرت هذه المنطقه والتزمت ان يكون ان شاء الله في برنامج رسمي تاع المحافظه انشطه انشطه هادفه وما اجمل من ان توصل يعني اهداف المؤسسه الرئاسيه لتنشط في الحقل العلمي والثقافي واللغوي يعني نشاط مثل هذا احتفال وطني بالكتاب والمكتبه اخترنا بلديه بنحوه وتستاهل كل يعني القدر لانها منطقه آه واننا نقول مشتلة المواهب مشتلة المواهب في كل المجالات اذا اختيارنا اختيار صائب وردنا ان يكون الاحتكاك مع المواطن في قلب المدينه حضور رسمي السيد الوالي نشكره لايضا ساهم ورعى النشاط هذا ننظر الاحتفال كان احتفال عنده رمزيه مغزى لان اولا آه اعطينا فرصه لضيوف بني حوايك يكتشفوا هذه المنطقة الجميلة اللي جات عشية الانطلاقة تاع الموسم السياحي وأيضا أيضا يصادف الاحتفال باليوم الفنان إذا احتفال مزدوج بالأمس كان الاحتفال بيوم الكتاب واليوم 8 جوان الاحتفال بيوم الفنان ننظر نظن من العائلة الكبيرة من أدباء شعراء من جامعيين ومن ذوي التخصص في اللغة والثقافة الأمازيغية من باتنا من من خنشلة من طمراسات من تيزي وزو كانوا ضيوف وهما يعني بالطبع يكتشفوا ويكتشفوا المواطن ويتواصلوا ايضا مع المواطن آه وفتحنا افاق وهذا هو ما الجميل من خلال هذه الانشطه آه كثير من المشاريع وكثير من المشاريع اقترحت للمحافظه من خلال محطه زرنا مقر متواضع مقر جمعيه تيفاوين ونظن آه خذينا الدرس ان بمعيه الجمعيات الناشطه اللي عندها التزام باش تاثر آه انشطه على المستوى المحلي كان ان نرافقهم وهذا ما التمسناه يعني شفنا ان جمعيه ثقافيه مثل جمعيه تفاوين تقوم بترويج لفكره جميله هو التربيه الناشئه على الصوت والصوره يعني ورشات الفوتوغرافيا وورشات السمع البصري يعني ندو هذه الفكره باش تتجدد في كل مناطق الوطن وايضا هذه المرافقه اللي لازم تكون الحمد لله بالامس التزم السيد الوالي ولايه شلف ومشكور على دعم هذه الجمعيه من خلال يعني اعاده ترميم المقر لان المقر مهم جدا هنا هو فضاء لانشطه ونظن هذا هو الغايه من خلال تنظيم هذه الانشطه ونفتح افاق الافاق بالنسبه للمحافظه الساميه الامازيغيه الهدف الاساسي ان نهيئوا الظروف الموضوعيه باش اولا نفتحوا معهد اللغه والثقافه الامازيغيه في جامعه حسيبه مبعلي لان هناك كفاءات وناس المنطقه هم اولى ان يهتموا بالتراث اللغوي والثقافي المحلي هذا هو الهدف الاساسي كذلك هي ظروف باش ايضا ترقيه اللغه الامازيغيه على المستوى المحلي يكون في الفضاء الاول اللي هي مؤسسه التنشئه الاجتماعيه الاولى وهي في المدرسه لان قناعتنا آه أن في المدرسة تبنى المواطنة وفي المدرسة تبنى الوحدة الوطنية إذا حان الوقت أن آه نمر هذه الرسالة رسالة أمل أن الأمازيغية عنصر تماسك اجتماعي ما يقدر ولا واحد يقول ان اللغه الامازيغيه تكون سبب في التفرقه ولا نظن هذه الرساله القويه احنا نساهم في تقويه اللحمه اللحمه الوطنيه ونساهم ايضا في التعريف بثراء والتنوع هذا اللساني والثقافي الجزائر بتعددها واحدة وموحدة إن شاء الله سيل هشمي الصاد حديثكم عن ترقية اللغة الأمازيغية وتكلمتم أيضا على تدريس هذه اللغة والتعميم التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية هنا بولاية شلف عدة بلديات استفادت من فصول تعليم هذه اللغة في مختلف البلديات حتى البلديات الناطقة بغير لسان الأمازيغي تعميم تدريجي هذا يعني ما هي الاليه وكيف ربما ماذا عن ربما جديد تعليم هذه اللغه ابتداء من سبتمبر المقبل بالاضافه الى فتح نعم قسم اللغه الامازيغيه بجبهه حساب وعن. الاليه هي اليه مؤسساتيه الاليه في اطار شراكه مع القطاع المعني يعني وزاره التربيه الوطنيه وزاره التربيه الوطنيه هي المعنيه اولا بعمليه تعميم تدريجي تاع اللغه الامازيغيه بالتنسيق مع المحافظه الساميه الامازيغيه هناك يعني لجنه مشتركه وهناك ايضا لقاءات تشاوريه وكان لنا شرف ان عملنا في اطار لاول مره ورشه خاصه باللغه الامازيغيه يعني في اطار الندوه الوطنيه التحضيريه للدخول المدرسي المقبل 2023 24 وين القطاع المعني التزم أن يكون تطوير تدريس اللغة الأمازيغية وتعميمها لأن هناك خريطة يعني وين نعرفوا تواجد اللغة الأمازيغية على يعني المستوى الوطني وعلى المستوى المحلي في شلف إذا هناك مخطط واضح بالتدريج تتطور اللغة الأمازيغية في مدارس الجمهورية على المستوى المحلي ضروري أن أيضا تتطور إلى بلديات خارج البلديات المعنية يكون يعني اقتراح من مدير الولائي مدير الولايه اذا في اطار هذه الورشه سيد وزير التربيه وهو مشكور اعطانا فرصه وين كان نقاش مع كل مدراء التربيه على المستوى الوطني، يعني 58 ولايه والجزائر العاصمه عندها زوج مديريات، ثلاثه مديريات تربيه معنيين بهذا التوجه اللي هو توجه السيد وزير التربيه و يعني وجهه نظر المحافظه اخذت بعين الاعتبار ان هناك يعني هدف يتحقق ان شاء الله في الدخول المدرسي المقبل، التغطيه الوطنيه. وما أحوجنا إلى إبراز هذا البعد الوطني لتدريس اللغة الأمازيغية هذا هدف أول الهدف الثاني بالطبع يكون تعزيز تواجد اللغة الأمازيغية في الأطوار الأساسية طور الابتدائي أولا وأيضا توظيف الأساتذة كي نتكلم اليوم عن فتح معاهد اللغة الأمازيغية بمعنى هناك تخرج دفعات من الحاصلين شهادات ليسانس وماستر وأيضا من المعادلة أن هناك جديد مع قسم اللغة والثقافة الأمازيغية على مستوى المدرسة العليا الأساتذة وهذه السنة في جوان هذا إن شاء الله تخرج خامس دفعة وهم أصلا من ولاية شلف ومن ولايات أخرى وأصلا يعني اللي راحوا يداروا تخصص لغة وثقافة الأمازيغية ما يتكلموش اللغة الأمازيغية إذا على مدار ثلاثة سنوات يوليوا أساتذة اللغة الأمازيغية ويتوظفوا إذا عملية التوظيف عملية طلب أولا كفاءات بالطبع الحمد لله أنا نظن هذا هو يعني المسار التطوري والمسار الطبيعي اللي لازم نمشي به اولا نثبتوا الخطوات ونقيموا التجربه التجربه مشات 28 سنه اذا نقول يعني هذه فرصه باش ناكد على فكره فكره ان يعني المجهود اللي دارته المحافظه الساميه الامازيغيه لا تراجع عن مكاسب الدوله الجزائريه والدستور دستور نوفمبر 2020 حسم نهائيا في مكانه اللغه الامازيغيه وهذه مهام المحافظه، اولا اعاده الاعتبار للغه الامازيغيه، ثانيا ترقيه اللغه الامازيغيه في اطار منظومه التربيه الوطنيه ومنظومه الاتصال، اذا نرانا فيها ان شاء الله. ان شاء الله شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم، السيد هاشمي أصاد الامين العام للمحافظه الساميه الامازيغيه، أه نشكرك ان شاء الله تكون لقاءات اخرى ولما لا ان شاء الله، شكرا جزيلا، شكرا. bye